هذه قناة أسواق على هذه المرحلة الكونفرنسية المباشرة في منصة أخرى. نحن ما زال في أي مكان من المكان وقوع أبطال ريان عمليات الحفر ما زالت متواصلة. صراحة يعني أنت بسبب المغاربة لأنك مدة طويلة ولكن الصراحة راه صعبة بزاف. من يوم الثلاثاء وعمليات الحفر تمام باش يتم إخراج طفل الريان، منطقة الريان يعني كما تشوفوا هذا هو البئر من الفوق، هذا هو البئر، منطقة الريان هبطنا لهنا، حنيفة هاديك هي بعد الظهر من هنايا، فالحفر الآن كاين في هاد المنطقة هادي هنايا باش يجي يعني تحت من البئر، فيعني بعد واحد الفريق اللي خديناه كانت العملية غدا يعني بثلاثة، كانت العملية غدا كانت غدا بعملية ديانا يعني كانوا عوالين باش يخرج طفل الريان في منتصف الليل، ولكن لقاو واحد العائق اللي هو واحد الصخرة تحت من طفل الريان، هذيك الصخرة هي اللي دارت لهم واحد العرقلة وعطلاتهم، ولكن يعني الحمد لله فتم الإخراج ديالها ودابا هما كيكملوا عملية الحفر. ما بقاش بزاف إن شاء الله، على ما أظن أقل من جوج ديال الأمتار سمعنا، فحاليا يعني عناصر الوقاية المدنية مازال خدامين أجل ديال الحفر اليدوي يعني فالجراحة توقف. الجرافات الضخمة يعني فهي متوقفة حاليا الآن يعني في التعلم بالحفر اليدوي، يعني كنتمناو يعني تكون معجزة، وكنتمناو يعني نشوف الطفل الريان حي ويرزق، فهذي ساعات يعني ما عندناش عليه أخبار. الناس يعني من كل مدينة الناس كيتسناو اللحظة ديال الخروج الطفل ريان، مازالين الناس اللي كيسولو مازالين كيحفرو، ولكن ما كيحفروش بالآليات الضخمة، كيحفرو فقط بحفر يدوي، يعني حفر يدوي بآليات صغيرة، يعني باش ميكونش انهيار التربة من كل شيء. فكنت من ناو يعني حتى ما زال أنه كنت من ناو يكون باقي بزاف، كنت من ناو يكون باقي بزاف الوقت كما يتفاني العياء ظاهر على العناصر الوقاية المدنية لأنهم صراحة يعني منذ يوم الثلاثاء والله لا يعني كل داركين كنتسناو، راه كنتسناو اللحظة ديال خروج طفل الريان، فالكل الأعصاب ديالو، الناس اللي كيسولو شحال مازال ديال الوقت، ما عرفناش بالضبط شحال مازال ديال الوقت، ولكن يعني على ما كانوا قالوا لنا يعني أنه كان يعني من المفترض يكون خروج ديال طفل الريان في منتصف الليل،
لكن يعني كان وقع واحد العائق اللي هو يعني واحد الصخرة كبيرة اللي خرجوا فيها، وكانت عائق كبير يعني كان خصهم يحلوها ضروري عاد باش يكملوا الحفر ديالو. هاديك الصخرة يعني كانت واحد الصخرة كبيرة اللي عرقلات العملية، يتم الإخراج ديالها، والآن يعني كيتم عملية الحفر اليدوي. مازال الناس اللي عم تلحقوا بالفيديو المباشر، مازال عملية الحفر اليدوي مستمرة يعني لإخراج التفريات، فكيف ما كتشوف يعني الآليات الكبرى المتوقفة منذ يوم أمس، يعني تبدأ بآليات الحفر اليدوي، لأنه الناس اللي كيسولوا علاش ما كملوش الاحتيال بالآليات الكبيرة الجرافات أو الآليات الكبرى، يعني لو تم نكملوا بها عملية الحفر فغادي توقع غتكون في كارثة، لأنها يعني كتخدم بواحد القوة، هذيك القوة يعني خافوا أنها تقوم يعني شي عملية ديال انجراف التربة ويكون شي انهيار لا قدر الله. هادشي علاش توقفوا العمليات، هادشي علاش توقفت عملية الحفر بالآليات الكبرى، والآن يعني كيكملوا دعواتكم مع التقريات، دعواتكم الكل يعني بالعيد مع التقريات، كل مغاربة يعني يدعيو مع التقريات. مازال نحتاج التعاون ديالكم. والصوت واضح، الناس اللي كيتفرجوا في اللايف يقولوا لنا الصوت واضح ولا لا؟ راه كندوي بشوية، لكن واحد العيا حنا مدة تقريبا 3 أيام وحنا هنايا، لا حول ولا قوة، يعني راه كاين واحد العياء ما تقدرش، ما حتى واحد ما بقى قادر يدوز، حتى واحد ما بقى قادر يوقف، كنتسناو يعني اللحظة ديال الخروج تبقى في القرايات. يعني لقاو الناس اللي مازال كيصوروا، راه لقاو واحد الصخرة كبيرة في اللحظة ديال الحفر اليدوي هي اللي عطلاتهم ودات لهم الوقت بزاف. فالآن يعني تم الإزاحة ديالو، والآن كيكملوا عملية الحفر. مازال الحمد لله، يعني الأخبار اللي كنسمعو أنه مازال على قيد الحياة، الشيء اللي كنسمعو يعني حنا ما وصلناش ولا طلعنا نشوفو، لكن الأخبار اللي سمعنا أنه مازال على قيد الحياة.